جامعه دي وانت في سنه كام؟ وانا جيت الاجازه اللي فاتت. دي وانت في سنه خمسة ابتدائي يعني. انت بتروح المدرسه في بتيجي تشتغل في اوقات المدرسه ولا بتيجي في الاجازات بس؟ في اجازه نص السنه بنيجي وبنروح الدرس في المعاهد. بتروح درسك والاجازه الكبيره بتقعد بقى بتشتغل. بتتعلم صنعه يعني. طب ومين تاني معاك هنا؟ اخوك ده؟ بتيجي بتساعد اخوك برضو في الصنعه دي؟ انت في سنه كام؟ رابعة ابتدائي. اسمك ايه؟ عبد الرحمن. اسمك عبد الرحمن. شاطرين بقى في المدارس ولا بتجيبوا درجات كويسه؟ قول لي بقى يا حبيبي انت نفسك تطلع ايه؟ نفسي تطلع دكتور. تعالى نفسك تطلع دكتور. وامتى بقى درجاتك بتبقى حلوه في المدرسه؟ بتحب ماده ايه؟ بحب الدراسات والعلوم. بتحب الدراسات والعلوم. طب وانت مامتك يعني انت والدك متوفي صح؟ وبتجي تشتغل عشان تساعد والدتك. ماشي. وانت حبيبي نفسك تطلع ايه؟ تعالى. نفسك تطلع ايه؟ ظابط. نفسك تطلع ظابط. اشمعنى نفسك تطلع ظابط؟ بتحب مهنه الشرطه يعني؟ بتحب مصر؟ بتحب بلدك يعني. وانت يا احمد نفسك تطلع دكتور ليه؟ عشان نساعد الناس. تساعد الناس المريضة والمحتاجين صح؟ صح. ماشي حبيبي ربنا يوفقك يا رب. طب الاول انت بتحب تقول ايه للاطفال الصغيرين اللي هم بتشجعهم على ايه؟ اللي هم زي ايه يعني؟ نفسك تقول لهم ايه؟ اشتغلوا زي وكافحوا ومتعتمدوش على حد ولا تلعبوا ولا تشتغلوا في حاجات مش كويسه، تشتغلوا ويذاكروا صح؟ نفسك تقول لهم كده؟ صح. ماشي حبيبي شكرا.